من جانبه قال السفير الياباني بالقاهرة تاكيهيرو جاكاو إن الحكومة اليابانية قدمت 800 مليون دولار دعما ماليا فضلا عن التعاون مع وزارة الآثار في مجال ترميم الآثار. وأضاف السفير الياباني في تصريحات خاصة لأونلايف أن المتحدث أو المتحف مهم لجذب السياحة إلى مصر. قدمت الحكومة اليابانية دعم مالي بمبلغ حوالي 800 مليون دولار، وليس فقط للدعم المالي، ونحن نتعاون مع وزارة الآثار في مجال ترميم الآثار وإدارة المتحف، وهذا مهم جدا. والمتحف هو أعتقد أن المهم لتشجيع السياحة، وأعتقد كثير من السائحين من العالم ويزور المتحف، ويمكن يزور أكثر من مرة.